يا ولد التعب مشكلة والله من المكيفات والله عوذ بالله انا متعود انا بدون كيف دش دلهيم الله يستر والله اني ما احب المكيفات وش اسوي والله عاد غرفتنا اللي انت لا والله ما مكيف والله مكيف صلا مكيف سبحان الله يقولك مناعة الإنسان في الليل تنزل وش مناعة الإنسان؟ أنا أحس إن راسك مفتوح أكو راسي مفتوح كيف؟ الهوى والأصابع لا يا رجل قول خير خل نجيب الخير لا 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 قبل أدخل برنامج 6 أصابع فحقة القفلة هو إيه يا أخي حسين أكذ لا قفلها لي وشلون صار إصبعي قال بكرة قفلها لك جاء بكرة وقفله هو جينا عندنا عرف يطق راسك طق 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 شوف يقيس الراس كذا بعد يجيب كذا يشوف كم حد هذه يوقف هنا يوقف هنا ناس عادي مقفل لا شاف مثلا فيه 3 أصابع مفتوح 3 أصابع يجيب نفس الشماغ عقدة يسوي كذا يسوي عقدة ثانية يحطها حديدة ويكربها لا يحطها خشبة اي عقدة يربطها ويكرب يكرب 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 انت معه عطوا على مجال لا تكون ضده مثبت راسك عطوا خفيف لا حسيت راسك ضغط قلت ترى راسي ضغط يا خير هذا شده ورجع ورا ويش تش تقفل انا قفل 4 أصابع قال لي بكره اسبوعين عشان ما يعورك راسك جاء ثاني يوم اي بس اصل العلم ذا وين ما ادري بس يقولون هوا بالراس تخيل بعد ما ثاني يوم قفل أسبوعين حتى أن سمع عندي كأنه صار جديد صرت أنام يعني نومي يعني يكون إنه ضغط مخك لنا جاك النوم ترى حجامة تنفع بعد شوف الحجامة سنة نبوية تنفع حجامة الفصد أتوقع فصد؟ إيه اللي زي الحجامة إيه؟ تجي في القدم أتوقع تجي في اليد زي ما تقول يقطع من اليد يخلي العرق يصب دم يحطه في ماء وحاجة زي كذا في حاجات سنة حجامة ودي أجربها صراحة لكن ربط الرأس أنا ما أقول شيء ضدهم يعني بس ما أدري عن قناعتي ترتاح لا والله أنا مسويت ارتحت هو الرأس عموما لو بعدها تصدع تعصب رأسك تحس أنك تمالك نفسك يقال أن العرب قديم كانوا إذا جوا عند المحكمة يصمد رأسه أو يربط رأسه بحيث أنه يكون مركز في حجته وكلامه يعني مثلا عندي قول أو حجة ضدك قبل يدخل تلقاه رابط رأسه شد رأسه عشان يكون مركز اعتقاد بعض الاعتقادات مشكلة حجامة التبرع بقدم كل فترة اللي قلتها انت كلفت ترى مفيد والله انا بغيت اسوي مبادرة تبرع دم هنا يا ودي الابرة هذا طوله عكس الابرة المغذي هي عشانها تجي في الوريد مغذي والله هذا طوله يمكن طول اصبع كنت بالخبر نزلت من المجمع اللي قدام حاطين كشك قالوا حياك الله تعال لابسين تطوع جيت قال احنا بنكت دم وكذا كذا انا تبرع قلت يلا بتبرع اشوف كوره يحطك كذا نشوف ايه عشان يوم طلع الابره هذا كبر قلت له والله ما ابي اتبرع لا تشوف الابره طيب قلت انا ابره المغذي اللي هنا تذبحني قلت والله ما ابي اتبرع وفك الابره قلت بكيف كمان رفضت ها رفضت اي والله رفضت اول مره جات رحت اتمشى اول مره تبرعت جاني كان في كنا في مكه ابوي مسوي عمليه وما نمنا جايين من الديره ويوم دخلنا مستشفى الملك فيصل اتوقع في مكة لا في مكة قالوا لنا يا ولد ما يطلع عمليته بكرة ابوك انا محمد اخوه تنومنا معه طبعا كان يتبعد عن الديرة يمكن 2.5 ساعة مكة اي 3 حول اي فجينا يوم جاء الصبح ما نمنا نوم لك
عليه جاي من الديرة ومواصل. قبلها كان عندي مباراة لاعبها أيام الكورة، تعرف بعد مباريات كيف تفكك أنت. جيت مكة نوم، المهم يوم جاء الصبح قال لازم متبرعين دم قبل العملية. إيه جيت أنا ومحمد نزلنا، دخلت لقيت واحد قدامي قال أنا اللي بتبرع. قال لي ولا لا والله ما أعرف. قال أنا أبغى الأجر وجاي أصلا البنك، قالوا لي ذا الاسم ذا ووقعت. يا دكتور قال باقي واحد. قلت خلاص أنا. قال أفطرت من زين؟ ما أفطرت ولا نمزي. قلت عطني، طلعت اخذت لي عصير طبيعي ما لقيت. تخبر المستشفيات فطورها وحوزتها وشايلها. انا ما تبرع سبحان الله. اول شيء لقيت واحد قال ترى اذا ما نمت ولا ما افطرت ترى خطر. بدي يخوف نفسيا. قلت يا ابن الحلال. قال لا ما تحمل المسؤوليه، ترى مالي دخل فيك مره. ايه اذا طلعت اخذت لي عصير طبيعي ورجعت لقيت واحد ثاني غيره. قلت انا بتبرع. قال خلاص تم. قلت اكلت لي اكله وفطور، لكن يا اخي ابغى اقول هنا وهو جالس يبي يشتغل. قلت ابغى كلام يا اخي، ترى الواحد لا جاء مثل هالاماكن يحتاج كلام يحفزه. اواك يا اخي. قال بالعكس التبرع يجدد خلايا الدم ومدري وش ويضيف للإنسان أصلاً الدم الزايد بعد فترة يصير على الكبد. يا ولد قال لي كلام لو يبي يا شيخ دمي كله عطيته. سبحان الله الأسلوب حمسك. المهم سحب الدم، سوي أبوي عملية، بعد عملية طلع وأنا سولف مع أبوي. الولد فجأة كبدي أحس ألم هنا في بطني، يا ولد أحس بطني بينفجر ما أدري إيش العلم. طلعت للسيب قلت لأبوي دقيقة بجيك. محمد كان نازل يجيب أغراض من السيارة. يوم كذا وأنا واقف في السيب وأنا أدوخ أنا أجيك على جنبي أثرها عليك. إيه أثرها إغماء بس غريب. يا ولد بدأ من هنا. يا ولد يوم صحيت لنظارتي طايحة وعقالي يلا حلم خير يلا. طبعا صبح السيب ما مدري ما كان فيها أحد، مدري والله ما أذكر حتى. يمكن ما طولت. يقول أجلس. لا لا ما طولت، طحت على طول وصحيت. ودق على محمد وينك؟ قال هاني قلت يا ولد الحقني أنا عني طايح في السيب. قال يا الله الخيرة. قلت تجني يجي ويلقاني قد جلست وتساويت وسدحت جنب أبوي. قلت له تعلم أبوي. قال يا ولد أنا بلشت فيكم أنت طايحين وأبوي طايحين. أنا مش عاد أسوي. قلت يا ولد جيب لي فطور. عاد يوم جاء الدكتور عند ابوي ذا وعلم احمد قال اكيد انه ما اكل زين ودوخه التعب وذا، فسبحان الله يجي زي المضاعفات. هلا تفرحت هالدم شلون يرجع دمي؟ يا صار راح اكون انا ناقص. طبعا طبعا انا بضيف لك شيء، بعدها تبرعت مرتين بالدم. يا شيخ من اجمل ايامي لا تبرعت بالدم. تحس يا اخي بنشاط والثقل ذا اللي فيك تحسه يروح. اصلا اذا الانسان عاد بعدها لقيت معلومة، إذا الإنسان تبرع أكثر من مرتين أو ثلاث يصير لازم إنه يتبرع كل أتوقع ست شهور أو سنة. إيه حلو تبرعت بس دمي ما ينقص. اتثاقل الدم يصير ثقيل. دمك إيش؟ ما ينقص. لا لا ينقص. ينقص. يتجدد الدم. أصلا يسوي لك مقياس نسبة إذا إيه إذا يعني زايد ياخذ ما عندك. بعضهم يقول لك لازم تبرع دمك زايد عشان ما يضرك. عرفت؟ عاد يطول؟ لا يعبي الكيس كم من دقيقة؟ زي الـ 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 زي ما تقول مكينة تسمعها تسحب شو الجبرة؟ يعبي لك كيس يقفله أمحى قبرة يقفل يدك قسم بيت الله هذا طوله يمكن طول اصبع عرفها يا أخي يربط يدك. أنا حقت المغذية صنة يا أخي لا تعاني في الإبرة وفكر في موضوع ثاني أطاك تقول الجوال لا إيه كلم كلم شخص ادخل معه في سالفة لازم تدخل لك في شيء عشان على طول يدك. أنا مغذي أخذته قبل فترة هذا والله مغذي صار لأنك تشد نفسك. لا لا قلت اسمع الإبرة ما دنيا ارحم أمك شوي شوي. قلت يلا. قال سو كذا عشان يطلع عرق وحط هذه. قمت أصور وجهي نظافة بنشغل أنا أصور وجهي أوووو طالي شوي شوي
تذكر اللي فيهم آلام أقوى واللي يجيه واللي الله إيه حمد ربك مش يعني إبرة واخزه. طيب الله أنا أقول الله يعين الكادر الصحي اللي شغالين في المستشفيات. تلقاه يا ولد هو في صوت اللي يجي تعبان واللي يجي مكسور واللي يجي صادم واللي يجي لا فوق هذا يجيك يجون يعني ناس مو فاهمه النظام سست وشون لا ومتنرفز واحد شخص اخوه صادم واحد اخوه مدري شايه تلقى شايل هم ما يدري ان الكادر قدامك شايل هم اكثر صح الله يجزاهم خير الله يشفي مرضانا.